أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، إلى نقاط على الحروف، إلى فقرة نقطة إلى السطر، وفيها نسلط الضوء على ملف حساس، ملف مهم جدا يهم شريحة كبيرة من المجتمع، من الشباب المتخرجين من مختلف المجالات والقطاعات. أي استراتيجية وأي آليات لتسيير ملف التشغيل ومواجهة أزمة الشغل في الجزائر، وما هي نتائج عقود ما قبل التشغيل بعد حوالي 17 سنة من سيرورة هذا الملف وهذه السياسة؟ لمناقشة الموضوع أرحب بالسيد محمد طاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. أهلا وسهلا بك سيدي. شكرا، مساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزائر وخارج الجزائر. بداية سيد شعلال، أنت تعلم أن ملف التشغيل من أصعب الملفات وأعقدها في الجزائر أو في أي بلد آخر. آخر الإحصائيات تقول أن نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 12%، هذه نسبة رسمية، هناك أرقام غير رسمية لن نتوقف عندها، سنتوقف عند هذا الرقم الرسمي. بداية، ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في هذا العام؟ إذا تكلمنا على نسبة البطالة، لازم تعرفوا أنه قياس نسبة البطالة تقوم به الديوان الوطني للإحصاء، وتقوم به وفقا لمعايير دولية، معايير يعني موضوعة في المكتب الدولي للعمل تابع للأمم المتحدة. فيما يخص الرقم اللي قدمتيه، هذا الرقم تاع 12.3 هو رقم قديم، رقم شهر أفريل 2017، ولكن كان فيه انخفاض ولو طفيف ما بين أفريل 2017 وسبتمبر 2017. النسبة الحالية الآن هي 11.7، 12.3 كانت في شهر افريل الماضي. هذا الديوان الوطني للاحصاء. الديوان الوطني للاحصاء، انت تتكلمي على الارقام الرسميه، هذه الارقام الرسميه، وفي كل بلدان العالم تستعمل نفس المعايير. فيما يخص الارقام، ولكن كنا 9 فاصل حسب الارقام الرسميه. كنا في 9.8، ومن بعد طلعنا 10.5 في سبتمبر 2016، ومن بعد زادت ارتفعت في افريل 2017. وعودت الى الانخفاض حتى ولو طفيف في سبتمبر 2017. اذا كان نفسروا، اذا نحبوا يعني نتكلموا على اسباب ارتفاع نسبه البطاله في بدايه السنه الماضيه، يعني في 2017، في السداسي الاول كل الناس يعرفوا انه كان فيه مشاكل خاصه في قطاع البناء والاشغال العموميه، مشاكل ترتبط خاصه بالتمويل، يعني تمويل المؤسسات اللي قامت بانجاز مشاريع، انجاز المشاريع، وكان فيه ايضا نقص في المشاريع لانه كان فيه عمليه تجميد للمشاريع. وما ننساوش انه ايضا الجزائر خلال 20 سنه الماضيه كانت فيه ورشات كثيره في قطاع البناء والاشغال العموميه، وحتى يعني في قطاع الري، وكانت هذه القطاعات تحدث مناصب شغل كبيره. وحسب نفس الديوان كنا فقدنا ما بين 2017 افريل و2016 حوالي 90,000 منصب شغل في هذا القطاع. يعني مست بشكل خاص قطاع الاشغال العموميه، حبيت والبناء، ومست ايضا قطاع الخدمات. ولكن في قطاع الخدمات انا نظن انه يعني فقدان هذا العدد حوالي 122,000، ولكن في سنتين، يرجع بالخصوص الى الجانب اللي نقدر نوصفه انا بجانب سيكولوجي. تعرفي انه ماكينه الاقتصاد هي الاستهلاك، كل اقتصاد يمشي بالاستهلاك، إذا كان ما استهلكناش يعني يكون يبقى المخزون وبالتالي ما يتباعش، إذا المؤسسات تضطر إلى تسريح عمال، إلى عدم تشغيل. وتعرفي أنه إذا كان المواطن ما يستهلكش، إذا ما ننتج سلع وخدمات جديدة. وكانت كل ما كان يقال على قضية الأزمة، لأنه فيه أيضا يعني كاين جهات، ولا حتى في الرأي العام كنا نكبروا كثير من يعني من الأزمة هذه في الجانب الإعلامي فقط. ما ننكرش أنه كان فيه يعني مشاكل وأزمة، ولكن فيه بعد ترشيد النفقات خلال السنوات الماضية هذه، أنا نلاحظ أمور أخرى. ولكن إلغاء 120,000 منصب، لا ماهوش إلغاء، هما كنا فقدناهم في سوق الشغل. ولكن إذا كان نظرنا إلى دراسة الديوان الوطني للإحصاء لسبتمبر الماضي، يعني ما عندوش 4 شهور، كان يتكلم على 89,000 منصب جديد.
ماهوش في هذا القطاع فقط، في قطاعات اخرى ماشي في نفس القطاع. ولكن احنا اللي يهمنا اننا ربحنا مناصب شغل، انه البطاله انخفضت من 12.3 الى 11.7، وان وتيره الاقتصاد الان تمشي في الطريق الصحيح. الشيء المهم انا في نظري وفي اعتقادي اليوم هو انه رايحين نمروا احنا في فتره انتقاليه، نمروا من مناصب الشغل اللي تحدث في هذه القطاعات اللي يعني تتعلق بالخصوص بالمنشآت القاعديه والبنيه التحتيه لاي اقتصاد. ما ننساوش انه من 1999 ولا من 2000 لليوم نبنوا في السدود وفي الطرقات وفي الموانئ وفي السكنات، وكل هذه يعني تعتبر بنيه تحتيه. ولكن اليوم رايحين نمروا الى اقتصاد منتج لسلع ولخدمات. ولكن قبل هذه الفتره تاع 20 سنه كنا في سنوات الارهاب، 10 سنوات عشريه سوداء، كل يعني كل يعني الاقتصاد يعني نقدر نقولوا تهدم. اذا كان لابد من اعاده البناء من تحت في القاعده، ومن بعد نمشيو للاقتصاد اليوم فيه بدايه، ولو كان بعض الناس يعتبرها محتشمه، ولكن كي نمشيو في الجزائر العميقه اليوم نلقاو مناطق صناعه، نلقاو مناطق نشاطات في كل المجالات، في سواء في اطار لوندي ولا في اطار الاجهزه اللي تكلمت عليها، فيه مؤسسات مصغرة، ولكن فيه أيضا مشاريع ضخمة في بعض المناطق اللي راح اليوم بدأت تحدث مناصب. طيب في أكثر من مرة مجلس المحاسبة يصدر تقرير، وفي 2017 صدر تقرير باللي هناك 130 ألف منصب شغل غير مستغل، يعني بالرغم من الأزمة. والله يا أختي أختي اليوم أعطيتي لي فرصة من ذهب. خليني نكملك سؤال. هاي تكون عند... لا لا فهمت تاع تفهم قبل ما نكمل السؤال. هاي مجلس المحاسبة فهمته، لأنه حتى في جريدة الشروق اليومي كان فيه يعني ماهوش عمود، ولكن كان فيه حوالي نص صفحة من جريدة الشروق وين تكلمتوا على تقرير مجلس المحاسبة. هذا التقرير سيدتي يتكلم على أهداف تم تصديرها من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل لتنصيب عدد من طالبي العمل خلال سنة معينة، ولكن في نفس تلك السنة، بس لازم نوليو الماضي، في 2011 في 2011 كنا نصبنا 660 ألف طالب عامل، معظمهم 80% ولا 75% في الإدارة. ولكن كي بدينا نمشيو 2011 12 في 13 لقينا نفسنا أننا الإدارة تشبعت بالتنصيبات في إطار هذا الجهاز اللي تسميه أنتم بالصحافة بعقود مقر التشغيل، ولكن الاسم الحقيقي هو جهاز المساعدة على الإدماج المهني. في تلك السنة إذا كنا نصبنا كثير في الإدارة، يعني 2013 نصبتوا في الإدارة بزاف. هو الإدارة من المفروض عقود ما قبل التشغيل هو جهاز من المفروض يستغل أكثر في القطاع الاقتصادي، يعني لا في المرسوم التنفيذي 0826 اللي يتكلم على هذا الجهاز يتكلم على القطاع الاقتصادي والقطاع الإداري، ولكن كان فيه تشبع كبير في الإدارة وجهناه الاقتصاد. في نفس السنة كان مجلس المحاسبة كيدار يعني دراسة لقى أننا ما لحقناش لهذاك الهدف اللي حقق اللي سطرناه، لأننا وجهنا الجهاز للاقتصاد. إذا يمكن من زاوية تكون عندنا رؤية. منين جاب هو 130 ألف منصب شغل؟ لا شاغر يعني غير مستغل. شاغر غير مستغل. لا ماهوش شاغر وماهوش مستغل. احنا ما قالوا هكذا مجلس المحاسبة في قانون الميزانية. شوفي يا سيدتي، كاين القراءة التقنية وكاين القراءة الصحفية لتقرير. نقدر نعطيك تقرير أنت تقرايه بطريقة وأنا نقرايه بطريقة أخرى، وكل حر في طريقة القراءة. ولكن أنا نحب نقنعك ونقنع الرأي العام انه ما رانيش يعني نلوم على مجلس المحاسبة، مجلس المحاسبة قام بعمله لأنه رأى انه الهدف اللي كنا حددناه ما حققناهش، ولكن احنا الشيء اللي قلناه هو انه حددنا أهداف. في الأول كنا نتوجهوا للإدارة، في نفس السنة قررنا باش نتوجهوا للاقتصاد، إذا العدد كان قليل ولكن كله في الاقتصاد. الدليل انه اليوم 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 في سنة 2017 نصبنا 54 ألف طالب عامل في إطار الجهاز هذا اللي تسميوه
ما قبل التشغيل، ما قبل التشغيل 98% في الاقتصاد و2 فقط في المئة في الإدارة. لا ولكن كيفاش تفسر لي هذا؟ أنا فسرته لك، قلت لك في هذيك السنة 130 في 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 قانون مناصب مالية، قانون تسيير الميزانية 2011 اللي قدمه مجلس المحاسبة ذكر باللي 130 منصب شغل لم تستغل. ماهوش في 2011، ماهوش 2011 قانون قانون تسوية الميزانية في 2011، ولكن هذا التقرير طلع في 2017. لا شوفي سيدتي، هذا التقرير هذا يتكلم على هدف تم تحديده، ما لحقناش ليه، ماهوش مناصب مالية هذه، لأنه جهاز المساعدة على الإدماج المهني احنا عندنا توقعات تنصيب. علاش توقعات تنصيب؟ سي با دي كوطا. هما منين جابوا هاد الأرقام؟ احنا جاو عندنا أعطيناهم أرقام، أنا كي نعطيه مخطط العمل لسنة 2000 وكذا يقرا مخطط العمل ومن بعد نعطيه الحصيله يدير مقارنه يلقاني ما وصلتش للهدف المحدد. انا عطيتك السبب على ما وصلتش للهدف، كيفاش نحبوا نكملوا نمشيوا في الكارثه؟ ما نكملوش في التنصيب في الاداره، لانه الاداره في وقت ما شبعت. انا نحبس، وحتى ولا كان مجلس الاداره ولا المفتشيه العامه للماليه تقول لي بلي انه ما حققش الهدف ما كانش مشكل، لكن هما داروا التقرير وعطاوا، لكن التفسير او القراءه اللي تعطى للتقرير هذا شيء اخر. نحاول نقنع فيك انه توجه هذا العقود الى الاقتصاد، اليوم رانا نوجهوه في الاقتصاد رغم كل هذا العمل اللي قمنا به من بداية 2013، خلال 4 سنوات وحنا نوجه يعني كل طالبي العمل أو الأغلبية الساحقة إلى القطاع الاقتصادي. ولكن اليوم إذا كان تكلمنا، وهذا رقم نحن نعطيه لك لأول مرة، العقود الحية، معناتها الناس اللي اليوم مازالهم في عقود ما قبل التشغيل ولا جهاز المساعدة، عندنا 430 ألف، أكثر من 430 ألف، ولكن يا سيدتي 72% مازالهم في الإدارة، رغم أننا في السنوات الأخيرة وجهنا أكثر للاقتصاد، وهذه الحصيلة هذه تاع السنوات الماضية 2011 و12، وحنا اليوم في التوجه تاعنا الجديد، حتى كيجيونا مناصب شغل في الإطار الاقتصاد العادي، لأننا في معظم الأحيان وفي الرأي العام الناس تفهم أنه الوكالة الوطنية للتشغيل لانام هذه فيها غير لي كونترا. لانام هذه العقود هذه هي عبارة عن 10% من النشاط تاع لانام. النشاط كامل. ولكن هذا الملف مثير للجدل، يعني ما كانش مشكل، وحنا رانا باش نجاوبوا ونقنعوا. نعم، طيب هذا سياسة عقود ما قبل التشغيل اللي ربما بدأت في سنة 2000 هكذا. 2008. 2008 رايحين نوصلوا 10 سنين في افريل هذا الجاي. نعم. ان شاء الله. طيب اذا طلبت منك تعطيني الحصيله تاع 10 سنين. نعم. حصيله تاع 10 سنين، واش حققنا خلال 10 سنين من هذه السياسه؟ شوفي سيدتي، اولا برنامج مثل هذا البرنامج احنا عاده نشوفه غير في الجزائر فقط، موجود في كل بلدان العالم. وعلاش في بلدان العالم يوضعوا ما يسمى بالعقود المدعمه باللغه الفرنسيه، يسموهم لي زومبلوا ايدي، توجد في فرنسا في كل البلدان. وقتاش يديروهم كي يكون الاقتصاد في ذلك البلد لا يمتص كل الطلبات الموجوده والتي تصل او تلج الى سوق الشغل كل سنه، خاصه عند خروج يعني الشباب من مختلف المنظومات تاع التعليم والتكوين وكذا. اذا الدوله تقوم بهذا البرنامج، ما تخليش اولادها في الشارع يعني ما يشتغلوش، تعطيهم فرصة أولى للولوج إلى سوق الشغل في الشركات الاقتصادية. الحصيلة هي أكثر من 2,088,000 طالب شغل خلال 10 سنوات تم تنصيبهم في هذا الجهاز. اليوم باقي لنا 433,000، كنا قد يعني كاين اللي تدوموا مناصب الشغل تاعهم، أكثر من قريب من 550,000 تم تدويم مناصب شغلهم، وكاين الآخرين كاين اللي عاودوا رجعوا يعني في البطاقيه طالبي العمل ولكن بخبره، وكاين ايضا اللي انشؤوا مناصب الشغل، انشؤوا مؤسسات مصغره في مختلف الاجهزه. طيب واش مصير هذو اللي بقاو هنا؟ راهم كاين الالاف اللي بقاو في قاعده البيانات الوكاله. سنوات وسنوات، هي من المفروض بعد 3 سنين يتم تنصيبهم. لا ما لازمش نخلطوا برك الامور. هذا المواطن لازم تعرفوا انه يعتبر ادماج ماهوش مناصب الشغل، نفرقوا بين الادماج والشغل. كي يدمج ويعمل في اطار مناصب الادماج تكون عنده خبره، يتعلم. وعدد كبير من الشبيبه. شحال المده تاع الخبره؟ المده تاع لا الخبره على حساب النشاط تاع الشاب ولا المؤسسه
وكذا. اذا هذا الشباب قلت لك اكثر من 500 ألف يعني تدو مناصب بالعمل تاعهم وراهم يعملوا، تجاوزنا اكثر من 25%. وش حل اللي بقاو بدون مناصب شغل؟ بقاو اليوم قلت لك عندنا 433 ألف راهم موجودين اليوم، نسموهم العقود الحيه لي كونترا فيفون. ولكن اغلبيتهم يا اخي لازم نقولوا الحقيقه، اغلبيتهم حوالي 72% في الاداره، ولهذا السبب احنا ما عاديش نزيدوا نكملوا في الاداره. وشنو هي السياسه الجديده تاعنا؟ السياسه الجديده تاعنا اليوم هي انه هذا الناس المواطنين، ونغتنم الفرصه باش نوجه لهم رساله عبر قناه الشروق نيوز. هذا المواطنين احنا نوجههم للاقتصاد، لانه كاين حتى لليوم تلقى الشاب يخدم في بلديه، يخدم في مقر دائره، في دار شباب، في مركز تكوين مهني، في مستشفى، في كل ما هو مرفق عمومي تابع الوظيفة العمومي وينتظر منصب مالي. احنا نقترحوا لهم نحيوهم منك ونديروهم في شركات اقتصاديه، ولكن للاسف فيه بعض الشباب اللي يرفض وينتظر، يقول لك انا عندي امل انه يكون فيه منصب. يعني نقدروا نتفهموا الامر اذا كان مثلا شاب قعد كما قلتي عامين ثلاث سنين ولا اربع سنين ولا في منصب ولا خمس سنين في منصب وما يعني ما كانش عنده حل اخر، ولكن احنا نقترحوا عليه حل اخر هو الاقتصاد والشركات الاقتصاديه. كاين في مثلا في 2017 اكثر من 25,000 شاب خرجناه من الاداره ودرناه في الاقتصاد، وحنا نواصلوا في هذه الوتيره. يعني من جهه ما نزيدوش في الاداره في الجهاز، ومن جهه اخرى نمتصوا من الشباب اللي راهم موجودين اليوم في هذا يعني القطاعات الاداريه، لانه في القطاع الاداري ما كاش بلد في العالم يكافح البطاله بالاداره، ما كاش. تكلمي مع الاقتصاديين يقول لك الاقتصاد هو الوحيد اللي يحدث مناصب الشغل. اليوم بسم الله رانا في فتره انتقاليه، خرجنا من المشاكل. طيب واش هي الاستراتيجيه لادماج هؤلاء في القطاع الاقتصادي؟ سيدتي في 2008 كانت الحكومه كانت وافقت او حتى مجلس الوزاره وافقوا على يعني سياسه ولا خطه عمل لمحاربه البطاله وترقيه التشغيل. هذه الخطه المحور الاول هو الاقتصاد، يعني التركيز على الاقتصاد، لانه حتى باش نصحوا الرؤى والصور، احنا عدد كبير من الناس وخاصه في الاخوه الصحفيين يقول لك لانا ما جابتليش منصب شغل، لانا ما تجيبش منصب شغل، لانا تقوم بعمليه وساطه. احنا كيسجلوا كيجيني عرض عمل وعندي اخوه مواطنين مسجلين، ندير المقاربه، نقرب ما بيناتهم رابروشمون ماتشينغ، ونبعث الناس يروحوا للشركات. انا ما خلقش مناصب شغل، ما نحدثش الاقتصاد ولا يحدث، ولكن احنا من بين مهام. هل ترى ان الاقتصاد راه ينشط بالطريقه وين يقدر يوفر مناصب شغل؟ على حساب واش راني نشوف اليوم. انا كي نعطيك الارقام نعطيهم لك بالاسم واللقب، ونتحدى اي واحد يجي ندخل له في سيستم وسيط ونجبد له بالاسم واللقب. الناس اللي وجهناهم، وجهنا السنه الفارطه الحكومه كانت حددت ولا توقعت 400,000 منصب، لانه ما نحددوش نتوقعوا 400,000، كنا حققنا 398,000، ولكن ماهوش وحدنا، لانه الاقتصاد كاين اللي مروا عبر لانام، كاين 15,000 قامت بهم وكالات خاصه، كاين في اطار عقد العمل مدعم 32,000، والبقيه كامله في الاقتصاد العادي. حنا كي نشوفوا اليوم، انا قلت لك رانا في فتره انتقاليه، كاين اليوم شركات جديده تقوم بانتاج سلع. اليوم حتى صاحب العمل واش من القطاع مثلا في النسيج، روحي لغيليزان مثلا، كاين مركب جديد. اذا كان في السياحه مثلا، عدد كبير من المركبات السياحيه في عنابه مثلا، كاين فندق كبير وفرنا 300 منصب شغل في 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 ظرف وجيز. اذا كانت تروحي لبويره مثلا، الواد في عقود ما قبل التشغيل او في الاطار العادي، الاطار العادي مثلا تروحي الواد البردي في بويره، راه نشاط كبير في هذا احنا من بين المهام تاعنا هو ملاحظة سوق الشغل. احنا واش رانا نشوفوا اليوم؟ نشوفوا فيه انتقال، يمكن نقولوا يكون يعني ما راش بالوتيرة اللي متطلبة يمكن، ولكن فيه تحسن ايضا في مناخ الاستثمار، رانا نتحسنوا. كنت شفتك مع الاستاذ مسدور تكلمتوا على حتى الترتيب، وعلاش حنا نروحوا لغير التراتيب هذو نجيبوها؟ هاو البارح كان فيه مركز اردني يصنف الجزائر في المرتبة 60 في الوصول الى اهداف التنميه المستدامه لي زو دي دي 60 على واش؟ 60 على واش؟ 60 على المستوى 150 بلد، والاول في العالم العربي. وعلاش ما نقدموش هذه الارقام؟ احنا ايضا عندنا في الجزائر، وتسمحي لي، عندنا ثقافه نشر ثقافه الاحباط
هو اليأس. نحب علاش حنا كنمدوا الحقائق؟ عليك سيدة، لا ما تقولي الإعلام، تقولي الإعلام. لا لا ماشي أنت، مانيش نتكلم عليك. أنا نتكلم الإعلام بصفة عامة. ماشي مانيش نعمم. سيد شعلال، حنا ماشي الإعلام سيدتي، مانيش نهضر لك على الإعلام فقط. حنا لما نذكروا لما نمدوا الحقائق باش نحسنوا الأمور، ماشي باش نديروا ثقافة الإحباط. لا معك، لا مع واحد آخر، ولكن أنا الشيء اللي نحب نقوله، أنا كنخدم أرقام دقيقة ويمكن يعني أون بو لي فيريفي، ولكن رغم هذا الشيء هذا حنا كاين جهات وناس وحتى في لي ريزو سوسيو مانيش نقول لك انت. لكن لما تتكلم على مشكل مثلا الشغل راه مشكل كبير في البلاد، مشكل كبير، ما نقدرش نغطيو الشمس بالغربال ونقولوا عمري لا غطيت الشمس. مشكل، انت كنت تكلمتي في الاول وكنت نشوف في القاعه قلتي مشكل شائك، ولكن بعد في التدخل يعني في الشابو كي تكلمتي قلتي مشكل حساس. هاني معك مشكل حساس، ما نقدرش ننكر، سينو الا كان يشوفوني الناس يقولوا يكذب علينا السيد هذا. هو قضيه حساسه في كل بلدان العالم، مثلا قضيه السكن، قضيه الصحه، قضيه الشغل، هي من القضايا الحساسه. ولكن الحقائق ما يلزمش نتجحدوا، حنا كي نشوفوا امور راهي تمشي نقولوا تمشي، كي نقولوا ما تمشيش ما تمشيش. وكي ما تمشيش حنا رانا هنا، اذا كان قدرنا نصحوا نصحوا، ولا ما كانش كاين يعني في حكومه في وزاره. طيب في قطاعات. انت كما راك تشوف الان الحركيه الاقتصاديه اللي راك تتكلم عليها، كيفاش راك تشوف يعني ما يوازنها ولا ما يوازيها من ناحيه توفير مناصب الشغل؟ معليش خليني نكمل باش نعطيك بعض يعني المؤشرات. المؤشر الاول فيما يخص الاستيراد، راكي تشوفوا انه عدد كبير من السلع ولا حتى الخدمات سوف يعني تم منعوها، تم منعها من الاستيراد. وفي ايضا حتى تجهيزات اليوم اذا كان نقولوا منعوها مؤقتا يعني تم لا بصح قبل القائمه هذه كاين فيه ايضا منع، وكاين فيه ايضا بعض الرسوم، رفع بعض الرسوم للحد من الاستيراد بعض بعض التجهيزات. نعطيك مثال بسيط، انا عندي مؤسسه، مؤسسه ونمون مثلا مستشفيات، ولا مثلا نصنع طاولات، ولا نصنع كراسي، ولا نصنع اي شيء ونبيع اليوم احنا الدوله تقول باللي هذا الكراسي وهذه الطاولات ما عادش نستوردوها من الخارج، ولا نزيدوا نطلعوا في الرسوم باش كي توصل للبلد كي نديروا القيمه تاعها تسقم اني با كونكورونسيال، تصبح غاليه والناس ما يشريوهاش. اذا المؤسسه هذا لانه حتى في الجانب النفسي يعني بسيكولوجيكمون هذا الارباب العامل يعني الدوله بهذه الاجراءات الجريئه اللي نعتبرها جريئه راهي تساعد في الشركات هذه باش تنتج هنا. لانه اذا كملنا فواتيره الاستيراد احنا نكملوا في انشاء واحداث مناصب الشغل في الخارج عوض ان ننشاها هنا. اذا كاين عدد كبير. هل هناك اجراءات لانشاء رانا نشوفوا فيها اليوم مثلا في القطاعات الكبيره هذه المصانع ولا هذه المصانع مثلا في بناء في تركيب السيارات احنا نستناو نسبه الاندماج تطلع لا لو طو دانتيغراسيون. انا زرت مصنع كبير في السيارات في الغرب، وفي نفس الوقت في نفس اليوم زرنا مؤسسات تنشط في اطار المناوله. وشحال وصل نسبه الادماج؟ شحال وصل نسبه الادماج؟ مانيش من وزاره الصناعه، ما عنديش الارقام هذه، ولكن اذا كنت نتكلم لك انا لاحظت بام عيني دخلنا لشركات تخدم هذوك لابيتاكل يعني الكراسي تاع السيارات لداخل، شهرين قبل كانوا يخدمون في الخارج، ولكن صبنا شباب جزائريين يخدموا لداخل. حنا كقطاع شغل واش يهمنا؟ هو ان الاقتصاد الجزائري مهما كانت نسبه الاندماج تطلع بكل سنه تطلع بالخبرات، كاين الاكسبرتيز وسي ماهوش هكذا فقط. اذا لازم وقت، حنا ماشي في وهله اليوم، رانا في مرحلة انتقالية باش ننتقلوا إلى اقتصاد يجره تجره المؤسسات التي تنتج سلع وخدمات. تعرفي الأخت أنه خلال 20 سنة الماضية كان الشركات حتى الخاصة، حنا 77% من عروض العمل جينا من الشركات الخاصة، ولكن هذه الشركات الخاصة واش كانت تدير؟ معظمها كانت تعمل في إطار صفقات عمومية، يعني الطلبات العمومية. حنا اليوم سياسة الحكومة، سياسة الحكومة اليوم رايحة توصل إلى اقتصاد تجره مؤسسات، والاقتصاد فيه إنتاج السلع والخدمات. وهذا المؤشر تاع اللي تكلمت عليه تاع الحد من الاستيراد من بين المؤشرات اللي راح يساعد، ولكن فيه أيضا الخبرات، تطوير الخبرات، لا ريشيرش ديفلوبمون. طيب نعاودوا نرجعوا للعقود ما قبل التشغيل، ما مصير الان الكثير من الشباب اللي عندهم 6 سنين، عندهم 7 سنين، 5 سنين؟ انا كنت راني تكلمت لك على الشباب اللي راهم اليوم في مناصب ادماج، قلت لك باللي رايحين عندهم الاولويه في التنصيب عندما تصلنا مناصب الشغل في الاطار العادي في الاقتصاد العادي، وما نزيدوش ندخلوا في الاداره.
ولكن واحد في الجهاز الادماجي لكان دخل في الاقتصاد ما عندنا اي مشكل، عمرنا لكان عندنا مشكل مع جهاز في الاقتصاد، المشكله في الاداره. المؤسسات اللي تعمل معكم عقود، يعني نعم. بعد 3 سنين من المفروض يتم تنصيب يعني هاد الشباب، هل لازم هاد الاتفاقيات كانت تصير يعني لا لازم بشكل نفرقوا ما بين عقود الادماج والعقد، لان نظن كي عقود تكلمي ما على عقود عقود المدعمه. عقد الادماج لا المدعمه، كي تكلمي على المدعمه نقول لك عقود علاش. ما قبل التشغيل لا كان تتكلم لانه كان عليها. في حديث كبير على عقود العمل المدعمه سي تي ا، وكان في حديث كبير على تشريح عمال بعد 3 سنوات، لانه وهنا ثاني فرصه ثانيه باش نوضح الامور. عقد العمل المدعم ما فيش 3 سنوات فقط، هي الامتيازات اللي تقدمها الدوله تمر المده تاعها 3 سنوات، سي لابياج فقط، ولكن عقد العمل عقد عمل دائم. اذا شركه توظف شاب في اطار عقد العمل المدعم، الدوله تشارك اولا في الاجره، يعني تعطي له نسبه من والشركه الاجره، هذيك تستفيد من وشركه يعني اعفاءات تنصب له ضريبيه الى غير تعطيه ذلك. النصف الاخر من الاجره، هو يدي اجره المنصب، يعني لو سالير دي بوست. وكما قلت تفضلتي وقلتي نفس الشركه تستفاد من اعفاءات ضريبيه ومن تسهيلات، مش ضريبيه، تستفيد من التخفيضات في الاشتراكات في الضمان الاجتماعي. هذه الامتيازات هذه استفاد منها 3 سنوات فقط، ولكن بعد ذلك الشاب ولا العامل يبقى في شركه. كاين بعض الشركات صح، كيفاش يبقى فيها؟ هل يبقى عامل يبقى ويدي عامل يدي منصب دائم سالير دي او بوست، يعني اجره المنصب، والمنصب تاعو يدوم 3 سنوات. انا نظن انها كافيه باش العامل هذا ترجع عنده كفاءات ويقدم قيمه مضافه للشركه، لكن يبقى يعني بنفس الراتب وبنفس بنفس الوتيره. الراتب ويمكن يطلع الراتب تاعو، ولكن ما يلزمش ثاني تنكروا انه في حالات وين شركات سرحت شباب بعد 3 سنوات، وهذا الناس الشركات هذو حنا وضعناهم في قائمه سوداء، لانه واش يحبوا يديروا؟ هذه القائمه السوداء واش ديروا لهم؟ القائمه السوداء ما يجيش يستفاد من امتيازات الدوله، لانه هذه الامتيازات هذو تقدمهم الدوله للشركات. اذا كان انا نوجه لك 3 ولا 4 شباب يخدم 3 سنين وبعد تسرحوا، احنا نسموه تسريح تعسفي، وكان معالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي كان عطى اوامر صارمه لمفتشيه العمل باش في اطار عملها اليومي تقوم ايضا بدراسه مثل هذه الملفات هذه. اذا هذه الشركات ما عادش تستفاد، لانه هو واش يحب صاحب شركه؟ يقول لك انا خرج 4 5 ونجيب واحد اخرين جدد باش يعاود يستفاد. ولكن هذه الامور احنا هذه ما تمشيش اليوم، رانا وقفناهم ماشي كاملين عند حدهم، ولكن عدد كبير من الشركات اللي استفادت من هذا الجهاز ودومت مناصب الشغل للشباب. ولكن لازم نديروا في ذهنيتنا انه صاحب شركه كيخدم مواطن، هذاك المواطن لازم يقدم قيمه مضافه، سي با دي سوسيال، نقولها بكل صراحه. صحيح. ما يديرش سوسيال صاحب شركه، واش يبحث صاحب شركه؟ يبحث المنفعه، يشارش البروفي، يحب يربح دراهم باش يربح صاحب شركه، ودير سجل تجاري ماهوش جمعيه خيريه، كي يخدم هو ماذا به يربح، والعامل هذاك ماذا به يدير له قيمه اضافيه وقيمه مضافه ويدخل ايضا هو نعم. مرتب. طيب في الاخير سيد شعلال، وش هي استراتيجيه الوكاله من اجل ربما تسيير احسن لهذا الملف؟ احنا استراتيجيه الوكاله هي من استراتيجيه الوزاره ومن استراتيجيه الحكومه. اولا احنا في استراتيجيتنا نقوم بمرافقه طالبي عمل يومين، عندنا اكثر من 3000 مستشار، عندنا 274 وكاله محليه. احنا اليوم في عصرنا، يعني عصرنا رانا نقوموا بعصرنا الوكاله، اليوم في الوكاله ما نستعملوش الورق، نستعملوا نظام معلوماتي، عندنا نظام معلوماتي نسميه الوسيط، عندنا في اطار التواصل مع المواطنين عندنا الرقم الاخضر 3005، عندنا ايضا نرافقوا يوميا طالبي العمل في اطار ورشات للبحث عن تقنيات البحث عن العمل، نرافقوا طالبي العمل في الشركات، نوجههم للتكوين، ايضا ننتهز الفرصه. تعرفي انه 48% من طالبي العمل حسب الديوان الوطني للاحصاء، وحنا في الوكاله لقينا 47%، يعني نفس الارقام ما عندهم اي تكوين ولا تاهيل. حنا اليوم رانا 27 جانفي، في 25 فيفري كاين دخول دوره جديده للتكوين المهني. كي نسمعوا للسيد للمعالي وزير التكوين والتعليم المهني يقول لك انه فيه مناصب بيداغوجيه، لازم نقولوها بكل صراحه، الناس ما تكونش. انا كنت في الاسبوع الماضي تكلمت في قناه الرابعه الامازيغيه في التلفزيون الوطني، قلت لهم اعطيت مثال في 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 الجبال، ولا حتى في البارح شفتها في قناه اخرى، ما عندناش في الفلاحه مثلا الناس اللي يعرفوا يلقموا، اللي يعرف يزبر مثلا،
حتى في القرى في الارياف ما كاش يعني، وكاين كيلو كان تروحي في تلك الارياف تلقاي مراكز التكوين المهني في الفلاحه، ايتما لي زيتما هذو مراكز متخصصه، بصح تدخلي للمركز تلقاي مثلا 50 منصب بيداغوجي كاين خمسه ولا سته اللي دخلوا يتعلموا. علاش؟ في عزوف، في عزوف، في عزوف، ولا في عزوف على في بعض التخصصات، ولا نقص في الاعلام وفي التوجيه فيما يخص الاعلام. وزاره التكوين والتعليم المهني راهم يقولوا بالاعلام، وراكم تشوفوا حتى في كل القنوات كاين فيه يعني ومضات اشهاريه في هذا ربما الاطار. ربما هو يعني الشيء اللي انا اظن ماهوش مساله اشهار فقط سيداتي. لا خليني نكمل لك الفكره. حبيت نقول لك انه الاعلام الجواري معناتها في هذيك الدشره ولا في هذيك القريه لازم يكون فيه اعلام جواري وتكون فيها دعايه وتكون فيها يعني مرافقه لهؤلاء الشباب. انا كنت راح نعطي لك نفس الفكره. هو ايضا حتى ما يلزمش نلومو على الدوله فقط، المجتمع المدني، الجمعيات، الاولياء اللي راهم يشوفوا فينا. اذا كان عندك انت وليدك في عمره 20 21 سنه ما نجحش لسبب او لاخر في الدراسه، ما نقولش فشل، لانه ما فشلش، لانه المستقبل قدامه، يحب يتكون، علاش تخليه يتكون في تخصص غير مطلوب بتاتا حتى وانه موجود، ولا غير مطلوب في سوق العمل المحلي، خليه يتكون في. انا تلاقيت باولياء اللي طلبوا مني النصح سيدتي. نعم. عامين بعد كي نتلاقى به يبوسني من راسي يقول لي عطيت لي نصيحه جيده. اذا لازم لنا نتكون. طيب واش هي التخصصات اللي تشوفها انت في الوقت الراهن؟ تخصصات عديده. في الوقت الراهن الان في الظروف الاقتصاديه اللي تمر فيها بها البلاد باش يفهمني المواطن. في سنه 2000، في 2000 مثلا، هذا اللي يصلح الهواتف النقاله ما كانش كاع موجود في الجزائر. كان موجود ما كانش الهاتف النقال. الهاتف النقال بدا 2001. اليوم في مراكز التكوين المهني كاين بعض المراكز اللي يكونوا في تصليح الهواتف النقاله، فيه ايضا في الرقمنه عدد كبير من التخصصات. اذا كان دخلنا الموقع الالكتروني تاع الوزاره يمكن نلقاو هذه. وفي الفلاحه، لانه في الفلاحه مطروحه كبديل اقتصادي مهم جدا في السياحه. وعلاش فيه هذا العزوف؟ نتساءلوا، العزوف هذا ماهوش يعني السبب تاعه فقط الاعلام، انا نظن السبب تاعه ايضا الدور اللي يلعبه كل واحد، كل جهه، المواطن، حتى الجهات المسؤوله المسؤولة على هذا القطاع. الدولة تلعب دور ولكن فيه جهات اخرى تلعب دورها. فيما يخص التواصل نعطيك مثال. مثلا احنا في الوكاله الوطنيه للتشغيل عندنا صفحه فيسبوك فيها 145 الف متابع، هي الصفحه الثانيه بعد وزاره التربيه، تواصلوا مع المواطنين. وكي نعطيك معلومه والمواطن يقدر يعني يضوك يدخل الفيسبوك، احنا نقدموا حتى عروض العمل في اطار الشفافيه. عروض العمل كي يكون عرض عمل نديروه في الفيسبوك، ولكن ما راهش نقول لك باللي وصلنا وحققنا كل يعني عروض العمل. هي اغلبها عقود، في عقود ما قبل التشغيل أغلبها. لا عروض العمل العاديه، العاديه اللي يمدها الاقتصاد. ادخلي الصفحه تاع الوكاله غدا عروض العمل، يعني الواحد يقدر يتحصل على عمل من خلال الاتصال بكم ولا من خلال التواصل الاجتماعي باش يشوف برك، يشوف انه في مناصب، ولكن ربما صعيب باش يلحق. لا يلحق سيدتي، يلحق اذا كان مسجل وعنده الاقدميه، لانه للاسف الاغلبيه الساحقه اللي استفادت ما تجيش لهنا البلاطو تتكلم. إذا كان واحد مثلا، ما ننكرش أنه فيه بعض المشاكل، إذا كان واحد عنده مشكل ويقوم يعممها على الجزائر كاملة، يرجعها سوداء. احنا في الجزائر المحسوبية تلعب دور كبير في توفير مناصب الشغل، هذا شيء معروف. ولكن احنا المحسوبية هذه اللي تكلمت عليها احنا نكافحوها بالعصرنة. نكافحوا أولا نفوسنا ضد هذا، كي نقول لك نفوسنا يعني كل إطارات الوكالة. وبعد ذلك نكافحوا عموما. اذا كان تخدم بنظام معلوماتي وهذاك النظام المعلوماتي يخرج هو اللي يقوم بالمقاربه، وراه هي المحسوبيه هنا. ولكن سيدتي يعني حبيت تقول لي بلي ما كانش محسوبيه. لا نقول لك حاجه سيدتي، كاين ناس اللي كيما يخرج الاسم تاعو يدير لك احتجاجات، لازم اسمه يخرج هو، لو هو ما يكونش مسجل. كاين ناس كاين مش راك تقول، ولكن ما تقوليش انه ما كانش محسوبيه. كاين عندنا مشكل كبير احنا في الاغلبيه الساحقه اللي يستفادوا واللي يشوفوا باللي فيه عداله اجتماعيه وفيه شفافيه، هذوك ما يجيوش هنا البلاطو. احنا للاسف احنا نتمناو انه هذه الظاهره يعني تنقص. احنا نكافحوا فيها، ما نقولكش راح يعني تختفي تماما. احنا نكافحوا فيها يوميا، لكن مكافحه يوميا، ولكن المكافحه بالمواطنه، لانه اذا مواطن شاف
منكر وما تكلمناش. احنا عندنا كل القنوات، عندنا 3-0 الرقم الاخضر، وعندنا البريد الالكتروني، وعندنا عندنا ايضا خلايا الاصغاء، عندنا كل القنوات كيجيونا. احنا ما نجيش انا اليوم نطلع فوق نجي في كل يوم نقول لكم هاو درنا تفتيش، نديروا عمليه تفتيش يوميه، وقوبنا باجراءات اداريه وعقابيه ضد اطارات قاموا بغلطات، هذه نديروها يوميا. نعم. شكرا جزيلا لك سيد محمد طاهر شعلال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، شكرا جزيلا لك. شكرا لك سيدي. مشاهدينا الكرام.